الوهم اللي بتقول عليه ده هو اللي خلاني اقدر اكمل واعيش. من غيره ما كنتش هعرف اكمل. تقدر تقول لي كنت هبص في وشه كل يوم ازاي الصبح وانا عارفه ان هو اللي قتل اختي؟ اكتر خفت منه كل لما بيفتح باب الاوضه ويدخل عليا، كنت بفتكر انه هيخنقني زيها. كنت بترعش لما بيجي يغطيني ويمثل دور الاب. كنت ساعات بحس ان انا عايزه اقول له شيل ايدك بعيد عني، ايدك دي اللي قتلتها. هي دي الحقيقة. ما عارف انها مرة بس حقيقة. علي عاصم قتل هاشم. ده كلام ملك بس غالبا صح. كده الحالة بقت اتفسرت تماما. صدمة موت اختها قدامها هو اللي سبب لها الضبط بالسؤال دي. ملك، هي اللي قتلت بابا؟ أنا عارف إن كمل حقايق كتير بس أنا ما قدرتش أجزئها لكم. وبعدين؟ هنعمل إيه؟ أنا بنصح إنها تخش مصحة لأنها ممكن تبقى خطر على الناس الموجودين حواليها. إحنا كلنا مسافرين لندن. ممكن تخش مصحة في لندن بس في الحالة دي أنا هكتب تقرير مفصل للدكتور اللي هيعالجها هناك. معلش يا دكتور، احنا مش هنقدر ناخد أي قرار دلوقتي. استأذنك بس ادينا وقت عشان نعرف نستوعب اللي حصل ده. أنا مقدر اللي أنت فيه بس أرجوك بسرعة. الحالة بتتدهور مع الوقت.